بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب تحت الطباعة، يعني ممكن يكون جاهز. طبعا هو تصريح من لندن، تحت تصريح من لندن، التصريح زي مجلة سيدتي، يعني الطباعة هتكون في مصر. وطريقة بيع الكتاب بالطلب، يعني كل واحد يطلب نسخته. طبعا هذا عن طريق PDF، بس عن طريق الكتاب نفسه النسخة هتوصلوا باكج، يعني حتى الباكج فيها نصوص على أساس من يحب يمثل، يعني يمكن بعد 6 شهور. الكتاب فيه شخصيات كثيرة، فأول تدريب على التمثيل بالصوت في الإذاعة، يعني الإذاعة بالصوت إذا. فبعد 6 شهور يعني هتكون هناك مسرحية إن شاء الله، ويمكن قبل يعني. طبعا الكتاب فيه مواضيع جديدة جدا، يعني دائما يتكلم اليوم، يعني في كلام كل يوم يقول اليوم، سواء من الأشياء اللي أفكار في الكتاب. طبعا هي ممتعة، الكتاب ممتع بس باللغة الإنجليزية تقرأ، يعني أي أحد يقرأ باللغة الإنجليزية. طبعا في مواضيع عن تعتبر هات إيشيوز الساخنة، يعني زي ظهور الـ AI، يعني للآن كل الناس تتكلم، كل الناس، يعني تسمع أنت في الأخبار كل الناس، يعني حتى هتلاقي في اليوتيوب وفي التلفزيون في المحطات الرسمية في البرامج، الآن كل الكلام على AI اللي هو تشات والGPT والأشياء دي. فالكتاب ده نازل يفصل بين الاثنين، بين عم جوجل يسموه عم قاسم، قال العم قاسم. فالآن الناس كل أنظارها للإي آي، فلو نطالع يعني في الاثنين الآن، هل هم متشاجرين؟ يعني زي مثلا اللي ساير في السودان، هل هم متفقين متشاجرين؟ ما حد عارف. وكمان حرب أوكرانيا، هل هم مع بعض؟ يعني لما تنتهي تنتهي كده كأنه زي الكورونا. الكورونا يعني كان التحذيرات وهذا انها خطيره وانه لازم الدنيا تطلع، في الاخير اختفت كده فجاه. فصار الناس بين يقول لك ايش، اختلفت الناس بين اللي يقول دي مؤامره، حتى من الناس اللي هم مؤمنين الفيروسات والعدوى وكل، يعني قد ما يلاقي تفسير. يعني كانوا يبحثوا عن اول واحد جات الكورونا، وجدوا ان اول واحد يعني في كلام انه قبل عام 2017 مو 19، يعني في ناس جاتهم نفس الكورونا نفس الفيروس. فبغض النظر الان نحن لانه اتنست الكورونا، حيجي يوم يعني هذه كلها بس ايش، الكورونا سنتين 4 5 سنين اتنست، فحيجي يوم حيتنسى يمكن جوجل واليوتيوب والفيسبوك وكل والواتساب. هنعمل ايه؟ حيكون الناس منقسمين، في ناس على النظام القديم بس حينقص حينقص، وفي ناس حيروحوا لي جوال ابو كشاف، وأنا واحد منهم من الآن.
training and that's it. He come, he take the training, physically come for meeting, like in this 2 hours has to be scheduled. Of course on Skype, like if it is from 4 o'clock to 6 o'clock, he will wait. So there are 10, there are 20, they listen, they take it in the chat, in here, okay? Like this one I'm doing. So I will do for them every, like in 2 hours I will do 8. About 8. And it will be again. And everybody, like if they are 2 or 4 or 10, they receive the numbers. Understood? After this 2 hours, they are ours. They go from their home, they contact with me like 8 hours a week. 8 hours a week. So I'm their trainer until the time come and they come to the stage, maybe after 6 months, to do the play. First, it will go in radio, only sound. After another 6 months, it will be on stage. People pay ticket and attend with the same characters. Thank you.
مرة أخرى، وفي هذا الفيديو والكتاب معلومات ضخمة، وإن شاء الله سيصدر الكتاب 4 مرات في السنة، معلومات ضخمة على العصر الجديد من الإنترنت. لأنه زي ما قلنا كل الناس لما ظهر الجوجل كل الناس دخلت الجوجل بدون يعني أي، طبعا لما ظهر اليوتيوب كل الناس دخلوا اليوتيوب وصاروا يربحوا، يعني كل الناس الآن اللي في اليوتيوب بيربح من اليوتيوب. الآن جاء الـ AI والبينج وبرنامج مايكروسوفت ريورد اللي يعطي البطاقة هذه في كارفور مثلا، أو يعطيك مثلا خط تلفون سكايب يعطيك نقاط بحيث تسدد التلفون بحيث أنك أنت ما تصرف أبدا، تتصل من التلفون طول السنة بلاش من جوالك، يعطيك رقم أمريكي اللي هي $6 في الشهر وفي رصيد وكل. وممكن يعملوا انه يتصل الان، اتصل سكايب يتصل بتلفون ارضي بدون كلام، ويتصل ايضا بجوالات يكون ما عندهم نت. فحدخلوا في بحيث انه حيتحول الناس كلهم، يعني ممكن الآن الناس يخرجوا من اليوتيوب أو الآن يعني تقريبا إلا ما عمره حمل على اليوتيوب وشارك في اليوتيوب حيشارك في السكايب. يعني يدعي الناس كلهم اللي هم واللي هو عايزه ويتفرجوا معاه على مثلا يحطهم كرتون يحط حفلة يحط كذا، يعني هو يدير لهم كل حاجة. يعني العوائل اجتمعوا وفي واحد ينظم وممكن حفلات وكل حاجة. وطبعا هذا بياخد مبالغ منه، يعني حينهم ذيك الليل سواء هو من العيلة ولا مو من العيلة، يعني الشاشات شغالة وحط لهم أغاني يطلبوا أغاني كل حاجة لايف، يطلب أغنية معينة يحط لها. اليوتيوب ما كان كده، فالناس كله حيتحول. يعني اللي يجي يحيي الحفلة يكون معاك على السكايب. فزي ما قلنا إن شاء الله الكتاب في خلال 2 شهر حيصدر. وطبعا انتوا لاحظتوا احنا كيف كنا مع الايات طبعا بالانجليزي بنسوي الشات. انا اوقف عند هذا الحد ونلقاكم في يوتيوب اخر الى ان نقول نلقاكم في الاي اي او في بينك. كل أسبوع يكون لنا فيديو. Thank you.